ساكن في مركز سميمو لأسباب الظروف الزمان. ولما كنت دوز واحد المرحلة في مدينة الصويرة كده 42 سنة وانتقلت إلى جماعة سميمو. اليوم راني تعذرت وقلت غير في الدار ما تيش تنخرج، هذه مدة من 3 سنين كنت تنجرش ليا وتنهول لمدينة الصويرة. دابا ما نقدر شي باش نمشي للصويرة لأنه صافي تعذرت عندي داك شي داك الفقر العمودي والبرودة كاملة شادة ليا في رجليا وما نقدرش باش نمشي للموضع بعيد والقفال ما تنقدرش نقف بهم وتنعكس غير شي واحد الكرسي ديال الحديد حتى عليا واحد السيد وتنعكس به وما تيش نخرج للتموت. وانا والاخ ديالي واحد عندي امراض توا امراض عقلية راه جالس ليا غير في الدار تشبت غريق بغريق وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الأمراض ديالي راه وضحت عليكم من عمس راه كل شيء ما نقدرش باش نمشي للسبيطار وما نقدرش باش نطلع غير مع الدروش وما نقدرش باش نطلع مع الدروش وزادني هاد الفتك حتى هو غير غادي يتزاد وما عندي باش نقدر باش نمشي ما كاينش باللي يوقف معايا وما نقدر باش نمشي للسبيطار ما قدرت شيء. داكشي علاش جالس في المحل مكافح ما كاينش اللي يرد ليا والو قالت له هذا جالس لينا في الدار وانا حتى انا جلسنا وتشبت غارق بغارق ما عندي ما نقدم ليه تنصور ديك 300 ولا 400 ريال ما كافيانيش اش غادي ندير ليها نعطيها ليه باش يكمي بها نعطيها ليه باش يكمي القرو ايوا حتى من طياب تيبوا ليا غا الجيران وانا عاجز عن وانا يعني عاجز عن الحاجه كاينه بعض الخطرات تكون حاجه في يدي حتى تلقاها لانه هذاك الفقر العمودي اللي شادني في الدار ما نقدرش ما عندي باش نداوي راسي حتى من المحل فاش تنسكن هو تيتلاشى تيتهدم ومزاد حتى واحد المرحله حتى هو راه تبوش عليا وما عندي باش نصلحو نعماس والغالب الله يد واحده لا تصفق وتنطلب الله من المحسنين يشوف اللي شاف عينه يحل بقلبه وانا ما قدرتش باش نمشي مازال في المستشفيات وما قدر دابا لا ما هزوني بحال الميسان ما نقدرش باش نشاف وما كاينش اللي يراقبني وما كاينش اللي غادي يوقف بجنبي داكشي علاش جالس انا في المحل نصرف داكشي اللي كتاب الاجل ونهار يتقاضى الاجل راه امر الله إذا جاء أجل ولا يؤخر ساعة ولا يستقدمون. أنا ما عندي لا ولاد لا والو راه قلت لك هاد السفينة خلاها الوالد أنا اللي صايقها مدام من 74 وأنا مصايق هاد السفينة حتى كبرتهم ها الولد ها هو عنده هذا اللي مريض عنده 50 عام هاي 50 عام هو جالس لي غا في الدار وأييه هو ما تيخرج ما تيمشي يدبر على راسو 4 ريال ما يجيبهاش وخصو يكمل باكية القرو ومني غادي نجيب هادشي يد واحدة لا تصفق. المحل سيدي غير السيد اللي عطف علينا مسكين الله يرحمو بيتي تما وبالعيد الله يرحمو نعم الرجل الله يجعلو له الله يجعل له رياض في الجنة. أنا البلاصة اللي ساكن فيها سيدي هي تتهدد دخل ليها الماء تحت منها من كل شيء إلى جاء الماء تدخل ليها من مور الدار والماء إذا كان هنا الشتاء حتى من واحد الواد الحر هاد الشيء يقول له أنت شرف الله وجهك هادشي تاع المرحد راه تا هو تبوش عليا باش غادي نصلحو راه خاصتو على الاقل بعدا راه غير هذا اللي بيتصلح البيبان ديالو وداكشي انا ما في حالي شاي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.